السؤال الآخر، ما هو الفرق بين السنة والشيعة؟ كلهم مسلمون، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. إذن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن هذا الإسلام فيه مذاهب، في شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة وشيعة وسنة ومعتزلة وقدرية، مش كتاب التاريخ الإسلامي كله، وكلهم من رسول الله مقتبسون، كلهم قال رسول الله وقال القرآن، يؤمن بالقرآن ويؤمن برسول الله، ولكن اجتهادات. يعني مثلا احنا عندنا كمسلمين، اذا لمستك امرأة عند ابو حنيفة ما يقوم الوضوء، عند الشافعي يقول لا روح اتوضا، وكلاهما صحيح، هذا في الحديث وهذا في حديث، كلاهما صحيح، كلهم من رسول الله، كلهم من رسول الله مقتبسون. لكن اختلاف امتي رحمة، ليش يخفف الجهد على المسلمين؟ يعني لو كنت انت مثلا، انت كنت صاحب محل، وبعدين انت يشتري منك نساء ورجال، اذا كنت مطبخك حرمة تتوضا، هاي مشكلة، قلت لا بس لا تتوضا، خليها على ابو حنيفة لا تتوضا. وهكذا وهكذا، اختلاف امتي رحمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المذاهب رحمة من رب العالمين، يسرت لك الأمور، اختر منها ما يحقق مصلحتك باختيارك أنت، ما حد يلزمك، تصير حالة في شافعي مالكي حنبلي إلى آخره، ومذاهب أخرى كثيرة، ولكن كلهم من رسول الله ملتمسون، قال رسول الله وقال القرآن الكريم، ولهم فيها آراء، والإسلام يحب هذه الآراء وهذا العقل لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، بيش؟ بعقله. ورب العالمين حنان منه، نحن عليك من أمك وأبيك، وعلى هذا عليك أن تكون ملتزما بأن تكون مرجعيتك واحدة من المجمع عليهم، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، حوالي 20-30 واحد في الإسلام. حينئذ نقول الدين يسر، وعليك أن تعرف بأن هذا الدين له حدان، حد أعلى وحد أدنى، وأنت حر فيما بينهما. السؤال يقول: